باشرت اليوم هذه الشركة اللي هي على التنفيذ المباشر لبلدية ذي قار، فكان هذا المشروع متلكئ لفترة طويلة. استدعينا الشركة البارحة واستدعينا المقاول المنفذ من البلدية ومدير البلدية، وتم حل الإشكالات والتعارضات مع الدوائر الأخرى، واليوم بلش المقاول برفع الأنقاض ومن ثم إكمال بقية إجراءات الجزرة الوسطية في شارع 30. يعني مثل ما تعرفون كانت خطة الأقاليم، خطة تنمية الأقاليم لعام 23 جدولها متأخرة في وزارة التخطيط بعد أن كملنا متطلبات الإدراج لكثير من المشاريع. في الأسبوع القادم إن شاء الله سنعلن عن الحزمة الأولى لانطلاق مشاريع تنمية الأقاليم لعام 23 جدولها، وسنشرع بحملة إعمار واسعة على مستوى المحافظة من فجرها إلى تباشها.